يعني القمار هو الميسر والميسر هو القمار، ودليل التحريم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهذا أبلغ من لو أنه نهى، بل قال إيش اجتنبوه، يعني يدل على ماذا؟ على أنه يجتنب كل ما يؤدي إليه. يعني عجيب أن بعض الناس يقول ليس ثم دليل يدل على تحريم الخمر، كيف؟ الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يقول لا هذا ما يدل على التحريم. طيب فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. كل هذا ما يدل على النهي الأكيد عن الخمر. ثم أن السنة جاء فيها أشياء كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر كم؟ 10. كل من يتعاون على الخمر فهو ملعون، يعني مدعو عليه بالطرد من رحمة الله عز وجل، سواء بائعها وعاصرها وحاملها والمحمولية وشاربها أو يعني 10 لعنهم في لعنوا في الخمر والعياذ بالله. المهم هذا من البلاء في هذه الأيام أن بعض الناس يدعي أن الخمر ليس ثم دليل على يدل على تحريمه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر كل خمر حرام، هذا صحيح وصريح، لكنهم ما يعترفون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وغالب أصل هؤلاء ما يعترفون بشرع الله عز وجل، لكن هكذا يتستروا.